الحرشه والملسه، راه قلنا الملسه من العائله النعناع والحرشه بوحدها بجوج داكشي اللي فيهم العجب العجاب. اش قالت هذه الحريقه؟ انا تنعالج فقر الدم والريه الداميه بمعنى الدميات اللي كاين في الريه بروبليم بيلمونير ياك، تعطي قتلال الدميات في الوالده وفي الريه وفي المعده، عندنا لا ريكتوكوليت ايموراجيك المسار النازلين بالدميات، دقه بطله فعاله ممتازه تلقاو مشكل. طيب الحديث تلقى مشكل ملي تيكون عندنا الجرح في المسار وكل شيء ونازل او قرحه المعده خاصه لا ريكتوكوليت ايموراجيك تلقاو مشكل. واحد الحل راه بسيط، راه الحريقه جبدنا الحريقه، راه كنا قبل جبدنا المصاصه غدا لحل الله غنجبدوا اجطم، اجطم اختصاص الجرح واللسان واي حاجه كتلحم ولا كتوقف الناس ملحمه خطيره ممتازه الحريقه تتلحم داخليا وخارجيا. كنا عطينا ميم قصه ديال جده الله يرحمها، عندنا نزيف كان ترعف 20 30 40 خطره في النهار، واش غنقول لك ساعه ما كانت هنينا من المطرقه هذاك. دونك الحريقه ممتازه للدميات، الدميات كاينه في الريه او في المعده او في المصران او في الوالده، دونك حوايج بساط. تتعطي قتله خاصه الا كاين داء السل، دونك مرض الريه والدميات ديال مرض الريه عليكم بالحريقه، كاينه واحد الوصفه سهله ممتازه مجربه فعاله ضد داء السل. مريوت لو ماري بلون، المريوت راه رقم واحد الريه ومشاكل الريه ومرض الريه وسرطان الريه والرواح والربو والضيقه وكل شيء. الور عندنا مريوت نزيدوا عليها معلقه صغيره ديال المريوت، معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه خاصه الحرشه نزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الفول، مح بيضه بلديه ما تفوتش ساعه، معلقه ديال العسل الحر، الرحمه الريه ومشاكل وخاصه داء السول. داء السول خاصه داء السول وعندنا مشكل فيه، ودابا لي في ريزيستون ديال الميكروب وكل شيء راه ما بقاش يدي منه لونتيبيوتيك، دونك تنعاونوا باش ملي تيكون هذا المشكل تنزيدوا البروبولي باش نقوي المناعه ديالو اكثر. كون عندنا الكرافيولا والباو باو والكروسور راه شكل اخر، كيعطيتي واحد الوصفه فعاله. دابا هضره جبدنا هضره الوصفه الممتازه ديال عصير حامضه فص ثوم نص بصله ورقه معنوس اربعه العريشه المعنوس المعدنوس عرش ديال لا عرش الكرافس ومعلقه ديال العسل الفن اختي الرحمه دقه بطله. هذه الوصفه نقدروا نوظفوها نهزوا عليها ونديروا اشنا هي لا فورمول اللي كنا عطينا المشاكل ديال الريه كلهم، مرض الريه والضيقه وكاع اللي كاين في الريه مشاكل ديال الريه. اش قلنا؟ تداوي بالاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه، العشبه رقم واحد الزعتر، تداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه، العشبه رقم واحد مريوت لو ماريوب، لا فارماكوبي اوكسيدونتال قلنا لا مارجولين اللي هي مرض الدوش، لا فارماكوبي اوستراليان قلنا لوكاليبتوس رقم واحد، الاغلبيه ديال الادويه اللي كان فارماسي اباز لوكاليبتوس، قلنا الدنيا كلها اتفقت بلي العشبه رقم جوج هي خزامه، زيد عليها البشنيخه لامي فيزناكا كي ان برونكو ديلاتاتور. هذه الوصفه نزيدوا عليها الحريقه ونزيد راه فعاله. هذا الشيء كله دابا اش قلنا؟ جبدنا الحريقه اللي جبدات البلا ياك، الوصفه ديال الحريقه زدنا على الوصفه ديال الحامضه وثومه وبصله وكل شيء، وتخيلي زدنا عليها الوصفه الرباعيه اللي هي العسل الغذاء الملكي حبوب لقاح والبروبوليس، والله اختي سمية عندنا دواء فعال الرحمه اغلب مشاكل الريه. هذه الوصفه ديالك اكثر. لا هذه كومبوزيناها، هذه ركبناها وصفه مركبه. هذه الوصفه المركبه راه فعاله اغلب مشاكل الرئه اللي بغى يكون الله يحفظ ارواح البرونشيت كرونيك ولا داكشي كامل والربو والضيقه مرض الرئه والكونسير والسرطان ديال الرئه واللي كيتعذبوا اكثر في الوقيتات البرد. احنا راه كيف والو، راه خاصك تشوفي اي خاصك تشوفي مين ديال المنطقه دميت كلشي راه ما تستحمليش البرد. الور اش قالت هاد الحريقه؟ قالت هي اختصاص فاش فقر الدم والريه اللي داميه اللي فيها الدميات خاصه الا كان داء السل، وقالت تنعطي قتله الاغلب مشاكل الجهاز الهضمي. سمعي تنعطي قتله الاغلب مشاكل الجهاز الهضمي، يعني الله جبدنا احنا الدميات في المعده اللسان قرحه المعده لا ريكتوكوليت ايموراجيك تتعطي هادشي تتعطي قتله. دونك قرحه المعده والمصران وحتى البواسير والجهاز البولي ودميات الوالده ومختصه في امراض تصلب الشرايين وزياده ضغط الدم واضطراب الهضم والافرازات ديال الافراز البرغومي اللي كاين في الصدر. دونك عندنا تنخيمه وداكشي كامل. حريقه اختصاص لاش الكحبه السعال تتخاف منها، شكون تتخاف مني
ونشافي ما شكون الكحبه تخاف من الحريقه غير خذ الحريقه تهنينا لا شربنا الحريقه ولا الكنه والله اختي تتلوحي حوايجك تبقى غير بتيشيرت تيشيرت واخا كاين البرد يقول لك تسخنتات هي بزاف هو واحد المقويه جنسيه الزريعه ديالها رائعه غايه للرجال والعيالات الور تتشافي الوجع ديال الكلاوي الا كان الحجر دونك لي زودام دونك النفخان لا غوت النقرس ريتونسيون دو سوائل في الذات دونك الرواسه لي روس تيعرفوا الحريقه تيعرفوني وجربوني ولقاوني فعاله ضد داش ضد السرطانات دونك تقول انا القريص هي راه فيها بزاف هي المزغبه هي الحرشه هي هذاك انا القريص انا الحريقه الحرشه ما تنساونيش هي فين نقزات سنه مكه وردات عليها نبقاو في الحريقه دكتور جمال وغادي كاين بزاف ديال الاسئله الناس ربما ما كتقدرش تعرف وتميز الانواع لان عارفين ان هي ما كتزرعش يا رباني شوف اختي الحريقه باش نعرف شكلها بعدا ونعرفوا عندنا جوج انواع عندنا وحده ما تتحرقش الور هذيك اللي ما تتحرقش راه ساهله الورقه ديالها ما مسناش الاخرى مسنه مزغبه حرشه وكل شيء تتحرق الحريقه الحرشه الور الحريقه الملسه ما تتحرقش قلنا من العائله ديال النعناع اختصاص اللي كاين في الحفل كاين المشكل هي هذاك انا راه ما تصوريش شحال تنخدم انا بالحريقه راه اش غنقول لك اختي دابا غنسرقوا منك يعني الفائده دكتور جمال كيفاش استعمال بالتدقيق كل وصفه كل حاله على حده كيفاش غادي نستعملوا هذه الحريقه هذه لا الملسه ولا الحرشه اولا لان شفناهم راجعين بعد فاصل راجعين بعد فاصل نشوقوا الناس كثر باش يتبعونا بقوا معنا في الاستماع كيفاش غادي نستعملوا الحريقه بكل انواع ديالها لا الحرشه ولا الملسه بعد فاصل اشعاري طيب رجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا نوصلوا فقرتنا فقره عندي دواء كل يوم غنتكلموا جزء بسيط منا على الحريقه لان كثير بزاف ديال المساجات كيجيونا على كيفاش نختاروا الحريقه والانواع ديالها والاستعمال ديالها بالتدقيق توقفنا في الاستعمال بالتدقيق وي الور اولا العربيه كلهم تعرفوا الحريقه هذا المدينيين اللي ما تعرفوهاش حتى كتكون هي في الحقول وكتكون هي الحقول ياك سمعي هي تتبغي بزاف لازوت حنا البلاصه اللي كاين بنادم تيبول فيها تتنوض هي بيسكو اي لادور لازوت هذاك الشيء علاش الحريقه خاصك تعرف منين خديتيها لا خديتيها من المدينه ولا شي حاجه راه كاين غير التيرات زباله داك الشيء تمشيو في الطرقات بارتو تنوض في السطح تنوض في اي حتى في الحجر تنوض الحريقه هي لي فوراس منين تتشد صافي شدات الوقيته ديالها لا ميور بيريود هي دابا راه خاصنا نعرفوا فين لقطوها فين ناخذوها غير سمعي خوك بدات دابا تدير النواره اذا لا سيف طلعت وصلات الفوق تنشاف ديالها ديجا تنشدوها نحيدوها بالجزر ديالها نغسلوها تنديروا الجزر الفوق والفوق تنزلوه لتحت هذا يعني وريقه لتحت والجدر الفوق باش تنشف وتتكون مهويه وبلاصه ديال الظل وتيكون فيها البرد هي احسن طريقه ديال التنشاف ومنين تنشف بالتخزان ما تطحنوهاش وتخزنوها خليوها صاينه وخزنوها حتى تبغيو قاعده باش تطحنوها اذا فعاله من الاستعمالات ديالها اش قلنا البروديه روماتيزم هذه لا في لا فارماكوبي اوكسيدونتال لا ماروكان لا مسلمان كلهم اتفقوا على مفيد نعطيك مثال بسيط هذه الوصفه اللي غنهضروا عليها وصفه تقليديه وكنا هزينا على واحد القصه وحقيقيه الوغ كنت ساكن انا في فالفلوري مقابل معاه المارشي الدربالف عندي صاحبي مون نوار الوغ صاحبي مون نوار تمشي لعندو خاصه تناخذ لو سوسي الجمره غنهضروا غدا على الجمره او بغيت غدا على الجمره وداك الشيء الفوائد ديالها حيت هذه هي الوقيته راه غتصدم العيالات والرجال وكل شيء فيها العجب العجب لا هي ولا اجطم اللي غنهضروا عليهم الوغ مولف تنشوف الحاج بالعكاز ما تيتمشى بصعوبه ولدو صاحبي نجيب الور تنهضرو دائما شاد عكاز هاد السيد مثال بسيط عدو صاحبه في المدينه القديمه تيبيع في التوب عدو 10 سنين رجليه ما تتجمعش ما خلى ما دار مشى لاوروب ما خلى ما دار الله غالب جلس هو وياه في المدينه تلاقى هذا الرجال بجوج في المدينه تيهضر هو وياه تشكى عليه قال لي رجلي ضراتني هذاك قهراتني وكل شيء ما تتخلينيش نعس ما تتخلينيش نتحرك كل شيء وقف واحد مول الطاكسي بيض نزل الناس سمع الهضره قال لهم وعليكم بالحريقه الحرشه لكن انتوا رجال ديروها في البلاصه اللي ضركم وحزموا عليها وباش بها وزاد مول الطاكسي دار هذاك اللي تيبيع الثوب في صاحبه قال لي وشوف هاد المغاربه شو هاد كحل الراس هذا قال لي غير وقف دقيقه لا حدنا قال لك دير الحريقه واش هذا مسطي واش هذا قال لي انت دير النيه قال لي اش من نيه داز الغد زاد عليه الحال غير ديك الهضره اللي دارت في مخه عيط على ولده قال لي اجي لهنا سير جيب لي الحريقه الحرشه وفي عز الصيف
جاب ليه الحريقه الحرشه دارها فوق الركبه ديالو لو عليها اون بوند نعس بها كالتو ما خلاتوش نعس كالتو بقى حتى تقرب الصباح غفات عينيه مشى ضرباتو الفيقه في جوج سوايع ولا ثلاثه من بعد لقى رجليه مجموعه بغى يتسطى سبحان الله ما خلى ما دار فالبلاصه بدا سمعي راه لا ميم اوتيليزاسيون كاينه في لا فارماكوبي اوكسيدونتال باش نكونوا فاهمين لا فرنسا ولا الاوروب راه تيديروا نفس الشكل هما مازال تيشدوا الحريقه وتيبداو يضربوا بها المفاصل ديالهم الحريقه الحرشه اللي تتنبل راه فيها اللي عرقنا كنا جبدنا واحد الحصه صافي اربع شهور ولا خمس شهور على الحساسيات والحريقه كيفاش بدينا نتفاداو الحساسيات وحنا نرجعوا ليها واللي عنده اللي عنده استقبال اللي عنده مأهل الحساسية لقص الحريقة تعطيه الحساسية تعطيه يعني رشيكة دونك ما نساوش هادي الور هاد السيد الغد لقى رجليه مجموعة بدا يغوت على في البلاصة يغوت يغوت جيبوا الحريقة دار الحريقة دو نوفو النهار الثاني بات بها كالتو لا ميم شوز كي سريبات غفات في الصباح الغد رجليه مجموعة مزيان بدا يديها ويجيبها ناض جا عند صاحبه تصدم صاحبه علاش بدا كيحركها وابدا يتمشى صاحبه اللي تنعرف انا الحاج اللي السبعينيات اللي دائما بالعكاز ما تيتمشى الا بصعوبه لقيته بلا عكاز تيتمشى شافني اجي يا ولدي لهنا اجي لهنا سولته اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين حتى هو شاف صاحبه عيط على ولده قال له دابا الحريقه جاب الحريقه دار في جهه ركابيه دار بيكالو على ميكابات الليل كله هي تاكل فيه في الصباح تقرب الصباح خفات عينيه حتى هو الغد تيحرك القهم في شوشه وتيحرك رجليه عاودها اون دوزيام فوا لا تروازيام فوا راه تيتمشى بالعكاز الور هذا خارجيا ترى تنهضروا غير على خارجيا الور داخليا اش قلنا مقويه فيها جميع الاملاح المعدنيه فيها الفيتامينات فيها العجب هذا في القوه في الطاقه وفي كل شيء يعني ممتاز الناس اللي عندهم فقر الدم سمعي خوك الله يرحمه السي صالح هذا هو اللي علمني انا في صغري سنين سبع سنين ثمان سنين نعوم في المحلو المحلو راه ثقيل صحيح ديك الساعه راه عنده شي 80 عام صحيح لا ورك عليا يقردني بلاندي اش كان تيدير اون كور كل عام تيدير الحريقه تيشد الحريقه يتبخها حتى لهذاك العام عماه الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات شد برمه كبيره دار على الاقل واحد 50 كيلو ديال الحريقه فيها الحريقه الحرشه وبقى يعطيها الماء يعطيه العافيه عطاها الماء وبقى يعطيها العافيه تبقى يترو وشرب داك يترو كله بالليل صباح الغد ميت طبيعي حيت لما لفتنا الدوزاج ديالو المقدار ديالو يقتلنا اي حاجه فتنا المقدار ديالها تقتلنا وتاثر علينا راه غير الماء ويضرنا دائما تنبه الناس المقدار المقادير ما يفوتوش المقادير واحترام المعايير مضبوطه والاعشاب يعرفوا منين يقتنيوهم منين يشريوهم الوقيته دابا عندنا الحريقه الملسه نبداو الحريقه الملسه اللي ما حرشهاش ملسه وكل شيء احسن طريقه ديروها بحال الخبيزه حنا الخبيزه ديالنا تنديروها تجينا بنينه وزوينه وعندنا طريقه ديالنا علاش ما تدخلش فيها والله اختي فنه فعاله الور ايماجينو دابا خدينا واحد ثلاثه ولا اربعه العريشات ديال الحريقه الملسه ولحناها مع ذاك العصير اللي درناه ديال الحامض والثومه والبصله وكل شيء احنا زدنا قوينا دخلنا الحريقه خديناها قبل الفطور وقوينا الوصفه اللي تناخذوا اللي فعاله وممتازه دونك عندنا بزاف استعمالات انا تنفضل دائما الاستعمال تنشدها تنشفها نشفها ودكها ونطحنها وندخلها في دوايا الور راه فعاله راه تتعطي اغلبيه الادويه يمكن كتدخل فيها الحريقه تنخدم بها بزاف اش نقول لك على الاقل ثلاثة أربعة ديال من الله حتى الفوق السطح الصالون كله عامر كنت نمشي ليها لتحنا وتنجيبها من تماك هي تنضرب تمارا ولكن تنجيب الفن من هي ما كتبقاش على طول العام لا جامي دلا في غير تضرب الشبش صافي تدخل صافي مشات راه هي ابارتير جوان ما بقاش تقريبا وريقات خضري اللي خلاوهم مثلا في الكونجيلاتور مده 6 شهور 5 شهور صالحين ماشي